مساء الخير والبركة ورضا الرحمن على حضراتكم، وأهلا بيكم في صحبة قرآنية جديدة من طريقي. وما فيش أحلى ولا أجمل ولا أروع من دي صحبة، في صحبة بستان العارفين بالله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. طبعا كلماتنا مهما نقول ومهما نوصف عن فضل وفضائل قراءة وتلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم واستماعه، تعجز الكلمات إن احنا نصف ده. كان سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول عليه رحمة الله، من كتر حبه وشغفه ان هو قارئ للقرآن الكريم ومرتبط بالمصحف الكريم، كان دايما بيقول يمسك المصحف وقت الجهاد ويقول ويقبله ويقول له: والله ما شغلنا عنك إلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا رب خلينا مشغولين بالقرآن الكريم، لا مشغولين عن القرآن الكريم. القرآن الكريم مكتوب في المصحف، محفوظ في الصدر، مقروء باللسان، مسموع بالآذان. والانشغال بالقرآن الكريم ما فيش أفضل ولا أحسن ولا أفضل من ده. أرجع لربنا عز وجل سبحانه وتعالى، بعض من عباده اختصهم بحلاوة وجمال ورقي الصوت، دي منحة من عند الله سبحانه وتعالى. وما نيجي نتكلم عن القرآن نقول: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسه، وما جلست قوما أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. عن القرآن الكريم نتحدث وفي صحبة المحترم القيمة والقامة وابن واحد من أعمدة دولة القرآن الكريم، الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. كان صاحب مدرسة متفردة، صاحب صوت مميز قوي خاشع صادق، الغائب الحاضر اللي احنا بنسميه دايما الغائب الحاضر، لأن هو رحل أيام ما كان موجود في دنيانا قدم لنا كنوز. والله أنا شهدت فيه مجروحة ويعلم الله بتكلم بارتعاشة، لأن الراجل ده ليه قيمة وقامة في قلوبنا موجودة في العالم العربي والإسلامي، وأثرى مكتبة الإذاعة بالكثير والكثير من قراءاته الجميلة الممتعة. يمكن كمان اللي مصبرنا النهارده وعزقنا فيه ان ساب بركه وساب امتداد ليه ابنه القارئ الطبيب احمد محمود ابو الوفا الصعيدي، امتداد لمدرسه ربنا سبحانه وتعالى خاصه بحفظ القران الكريم، وزاد فخره فخر تاني ان هو واحد من اصحاب هؤلاء الاصوات الممتعه اللي معاه جواز سفره، انه بيدخل قلوب الناس من غير استئذان. طبعا ما فيش اجمل ولا اروح ولا اروع ولا احسن من القران الكريم. دايما بيقول عن القران إن هو بيدي كنوزه وأسراره للي بيقبل عليه. ربنا يا رب يجعلنا من المقبلين لا المدبرين عن القرآن، ونتقرب به لله سبحانه وتعالى. يعني هنقول النهاردة في حلقة روحانية، زي أسيادنا العارفين بالله دايما بيقولوا: إذا كانت بيوت الدنيا تبنى بالفكر فبيوت الآخرة تبنى بالذكر. اللهم رب اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين، نلحق نستمتع ونستغل القعدة الجميلة اللي دايما لما بيكون معانا ضيف زي كده قيمة وقامة، بنقول احنا في حضرة هذا الجميل، ونقول قليلا من الكلام لكثيرا من الاستمتاع مع صاحب الفضيلة القارئ الطبيب الشيخ أحمد محمود أبو الوفا السعيد. شرفتنا دكتور. الله يعزك معالي باشا، ربنا يحفظك استاذنا. شرف وإضافة وجودك معانا. الله يعزك، أنا اللي وأنا والله بتكلم بإحساسي خالص، لأن أنا لما تتجلى صورة الراحل عليه رحمة الله تسلم. الواحد يعني بيروح في دنيا تانية، لأن بيفتكر كل روحانياته وكل كلامه الله وكل أدائه الصوت العذب الخاشع الصادق. فبنعزيك وبنعزي أنفسنا. تسلم حبيبي الغالي، ربنا يبارك فيكم. وبرضه تبارك الصوت وطريق وجودك معانا. تسلم يا حبيبي، ده انا اتشرفت بيكم والله. اتمنى ان نستهل من عند حضرتك استهلال كده بخير ايات اللي انت حضرتك كيفما ترى ليك. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت وأبدعت كالعادة والله. ربنا يجزيك خير ودايما كده الفتوحات إن شاء الله تعالى يا رب يكون عنوانك والنجاح بإذن الله. أنا قلت ناس كتير مش عارفة إنك أنت طبيب. طبيب صيدلي ولا بشري؟ صيدلي. صيدلي. وقارئ قرآن وده الأسمى والأحسن طبعا. تسلم حبيبي تسلم. تمام. والاثنين برضو يعني سكون إنك أنت بتمتهن مهنة يعني الحكماء والطب والرحمة ما أكيد مقربة وأنت طلعت في بيت كله فيه روحانيات وقرآن. لها الفضل. ما ينفعش يبقى معانا مثلا امتداد لصاحب الفضيلة وما نتكلمش عن صاحب الفضيلة اللي هو الأصل. نعم نعم. ده نعم طبعا. هو احكي لي بقى عنه انت حابب تقول ايه للناس. الناس كل الناس تقريبا لما بيكون في نجم زي كده وناس حباه وخصوصا بيكون ربنا كرمه بكنز من كنوز القران الكريم فالناس تقريبا بتبقى عارفه عنه حاجات كتير. ايه بقى اللي الناس ما
مش واخده بالها منه، سلوكيات وتصرفات وحاجات كان بيعملها. حابب تقول ايه عن الناس للناس يعني عنه؟ والله هو فضيلة الشيخ عليه رحمة الله يعني اتقال فيه كتير يعني، ولكن هو أكثر ما يميزه إن هو كان إنسان جاد في حياته، يعني أخذ القرآن بحقه، كان ورد القرآن دي ما يعني كان يقول لي، يسر إلي يقول لي كانوا بيصحوني من النوم عشان خاطر أقول ورد القرآن، الله. مين بقى اللي بيصحوني؟ الله أعلم. الله. فكان وكثير له من المواقف يعني والمشاهد يعني كان من الأحداث اللي حصلت في يوم من الأيام، كان يقرأ القرآن ومجرد ما بدأ قراءة، كان في حفل زفاف في الصعيد، مجرد ما بدأ قراءة وجات حمامة بيضة حطت على الدكة جنبه، الناس تهشها كده تهشها كده، ما فيش، ده خلاص كان في الجرنة، كان في الأقصر في الجرنة. فخلص قراءة طارت، جاء بدأ قراءة في الربع الثاني بيجوا حمامتين، الله. والكلام ده شهدته الناس، لا، ما شهدته عيانا بيان اكيد مش الناس. فراغ، دي عطايا ومنح من الله آه سبحانه نعم وتعالى. يعني نعم تبقى كان في الاولياء الله لا خوف عليهم. فهو كان يعني أخذ القرآن بحقه يعني، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناته إن شاء الله. وأكثر ما يميزه إن هو كان يقرأ بصوته وبروحه، فكان ولذلك كان يخترق قلوب السامعين يعني، كان يخترق القلوب ويزلزل قلوبهم، لدرجة إن هو كان حكى لي في مرة من المرات إن هو كان يقرأ في مجلس، وكان يقرأ آخر آل عمران واستفتح في سورة النساء وقرأ وآتوا اليتامى أموالهم، فبيقول لي الآية دي قرأتها يمكن أكثر من 13 مرة، أنا أعيدها كل شوية هو أعيدها كل شوية أعيدها. منوره صورته على الشاشة اهو، الله وهي يعزها، الله اللي أساسا تسلم محفوظة ومحفورة في قلوب تسلم الناس. تسلم حبيبي. فأخذت أقرأها وأكررها أكررها، ووقع في نفسي إن في حد واكل مال يتيم في هذا المجلس يعني. فبقول لفت الأيام وخلصت الليلة دي ولفت الأيام ورجعت لنفس المكان، فوجد الشيخ التجاني كان قال له انت الليله اللي انت كنت فيها وقرات زي كده، هو ان المجلس فض وحضرتك روحت وكله تمام، بالليل الساعه 2 3 بالليل لقيت واحد بيخبط عليا بيقول لي الراجل ده هزني، والله انا واكل مال كذا وكذا وكذا وانا عاوز ارجعه دلوقتي. فكان يعني كلامه الاساسي معايا دايما ان القران رساله، القران رساله، لان هي مش مجرد تلاوة وخلاص، احنا عاوزين نخاطب القلوب وعاوزين نخاطب الأرواح وعاوزين ننقل الناس من منطقة لمنطقة يعني. فإن شاء الله ربنا يجعلنا على الدرب نسير إن شاء الله، وللأمانة حافظين يا رب إن شاء الله. ان شاء الله تعالى. وشوف انت بتكلم بجمال وشجن ولمعة في عينيك، طبعا هو يستحق آه الكثير نعم والكثير. نعم 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 وشوف انت بتحكي عن نوادر حصلت معاه وربنا سبحانه وتعالى جعله سبب، نعم نعم فان نعم ربنا نعم يهدي بيك واحد نعم نعم خير من الدنيا وما فيها يعني. الله الله نعم. صحيح. وده كان من أهم أهدافه يعني عليه رحمة الله، لدرجة إن أحد الأصدقاء أنا ما أعرفوش يعني، أنا في مكان كده هو التقيت بيه، فلما بقول له أنا ابن أبو الوفا الصعيدي وكده، فقال لي لا طب أنا هقول لك على حاجة على شيخ أبو الوفا الصعيدي، لأن أنا كنت في أسيوط وكان في واحد محل واحد مسيحي ولقيته مشغل صورة مريم، فبقول له معلش يعني دخل، فمعلش انا عاوز اسالك يعني انت ايوه راجل مثلا مسيحي انت ايه اللي مخليه؟ قال انا بحب اسمع الصوره دي من صوت من الراجل صوت ده، مين صحيح الراجل ده؟ قال صحيح لي ابو لطفي الصعيدي. لا طب انا اروح اشوف مين ابو لطفي الصعيدي ده، الله. وبدا من هنا ان هو يعني يبدا يتعرف على الشيخ ويبدا يسمع عن الشيخ، وشاهدنا كثيرا من الناس حفظت القران محبه في الشيخ وانا واحد منهم، صحيح. وفي ناس سلكت طريق القران محبه في الشيخ وانا واحد هو منهم. الكل محظوظ، ولكن انت اكثر حظا طبعا يعني، الحمد ربنا لله كرمك، ده الحمد والدك، لله الواحد بيفتخر. الحمد لله ولله الفضل والمنة، ولله الفضل والمنة الحمد لله. هو عطية ربنا سبحانه وتعالى ان يمن على شخص بالقرآن، دي اجمل عطايا وهدايا ومنحة من الله سبحانه وتعالى. أعظم شيء انت ما أعظم كملتش شيء ليه طب في الصيدلة؟ هو أنا يعني واضح انك متكرر، معايا وطبعا ده مجال المكسب الحقيقي. معايا مجال الصيدلة بتاعي، بس أنا مركز أكثر في القرآن يعني، لأن هو بالنسبة لي مجال حب وشغف يعني. القرآن اللي يستشعر متعة القرآن يعني ممكن يفض إيده من الدنيا من كل طبعا شيء، طبعا
كان هو سيدنا الشيخ كان دايما يحكي لي على سيدنا الشيخ عبد العاطي ناصف برضه، كان يقول لي ده كان يروح مثلا مع بعض الليله، يقول لي ما يكلمنيش ولا كلمه، يقعد كده يراجع بقى القران، يراجع القران. يقول لي رحنا في مره من المرات كنا رايحين بورسعيد، مشوار بورسعيد عشان نطلع من القاهره لغايه بورسعيد ويرجع تاني، والاثناء المشوار رايحين وجايين ما عندوش استعداد يتكلم معايا ولا كلمه. في دنيا تانية، في حال، في حال تاني خالص، في حال تاني. يا سلام، كان متعة. وكان دايما يقول لي كلمة قوية جدا، كان يقول لي القرآن عشق. صحيح. كان يقول لي القرآن، كان الأيام اللي يبقى فاضي فيها ما فيش ليلة أقول له سيدنا نام بقى، يعني النهاردة ما فيش ليلة، ريح بقى جسمك ونام وكده. كان يقول لي صاحب القرآن لا ينام. فكان سيدنا العارفين بالله دايما كان بيقول لك أصحاب القرآن، على ذكر كلمة حضرتك، أصحاب القرآن ينظرون ويرون ما لا يراه الناظرون. أيوه نعم نعم هم نعم كده نعم بيبقى نعم قصة تانية، وتسأله يقول له مالك، ما هو فعلا في روحانيات. هو من كتر المتعة هو ما يعني في عالم تاني، يعني متعة لا تضاهيها متعة يعني. فهي رسالتنا ان احنا عايزين نوصل للناس ان خلوا بالكم من القرآن مليان متعة. بالاتصال دكتور محمود عبدين، واحد من مريدينك ومريدين الشيخ وحبايبك، شرفتنا يا دكتور. استاذنا الدكتور محمود عبدين. دكتور محمود. ايوه مع حضرتك. شرفتنا في طريقي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. احنا في صحبة بستان العارفين وواحد من قراء القرآن الكريم دكتور احمد، امتداد لفضيلة الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي، مشرفنا النهاردة في طريقي. يا ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا ودائما في الخير. طيب الشيخ ابو الوفا هو طبعا حالة نفسه في حد ذاته، والكلام عنه يعجز الكلام ان احنا نوصفه. وحضرتك تقولي عن الراحل العظيم اللي زي دايما ما بقول الغائب الحاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. أنا لا أتحدث عن قارئ عادي، وإنما أتحدث عن شخصية امتزجت بأدب القرآن وأخلاق القرآن وتواضع القرآن. أهم ما يميز هذه الشخصية القارئة المبدعة، أهم ما يميزها هذا التواضع العجيب وهذا القبول غير العادي الذي زرعه الله سبحانه وتعالى في قلوب كل من يسمعه. فما كان يقرأ القرآن قراءة إنسان يزين صوته ليسمع فقط، إنما كان يعيش الآيات ويعيش معانيها، وشدة التواضع لديه كانت تجعله يجلس مع الصغير والكبير. يعني أسأل الله أن يجعله في عداد الصالحين وفي زمرة الشهداء والصالحين مع الحبيب المصطفى في الجنة. إنه شخصية يا صديقي عرفته عن قرب. أنا عرفت الشيخ عن قرب، جلست تحت قدميه أسمع القرآن منذ نعومة أظفاري، فما رأيت يعني هذا التواضع مثل هذا التواضع، وقوة إيمانية عجيبة. وربما من الأسرار التي تقال لأول مرة عن فضيلة الشيخ في برنامج تلفزيوني أنه كان كثير المشاهدة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله وهذا نعم، وهذا يعني عدة أمور وعدة معاني. يعني ما دامت فتحت له رؤية الحبيب والنظر لوجه صفحة وجهه المباركة، فهذا يعني مع يعني القبول، يعني الرضا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد قص علي رحمه الله عدة رؤى نبوية شاهد فيها رسول الله وتحدث معه وتكلم معه، ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة توجيهات في عدة مواقف، الله، في المواقف الحياتية وفي المواقف في مجال قراءة القرآن على أسماع وعلى آذان الناس. فما كان رجلا يقرأ القرآن للآذان، إنما كان يخاطب القلوب والأرواح. وأنا يعني أكاد أقسم بالله غير حانس أني ما رأيت مستمعا متابعا حضرة مولانا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي إلا وتطرب روحه قبل أن يطرب قلبه أو أذنه. فما كان شخصية عادية، إنما مشاهدته للحبيب صلى الله عليه وسلم، بل كثرة مشاهدته لسيدنا رسول الله، يعني تجلت عليه بنوع من الخلق المحمدي والأداء العالي الراقي التي ما كانت يعني تتوفر لكثيرين. ويتحدث عنه زملاؤه في مجال قراءة القرآن الكريم، يعني ما كان يسعى ليضبط اتفاقا مع انسان ليقرا في ليله ثم يتجاوز شخص اخر من اصدقائه او من زملائه في القراءه. كان يقول العمل كثير بس نسال الله ان يعطينا الصحه والعافيه. كان يقول لا نتجاوز احدا ولا نعتدي على احد، وانما فقط يعطينا الله القوه والصحه، ويعطينا الله سبحانه وتعالى القبول عند الله.
ان شاء الله تعالى ربنا يجعله في ميزان حسناته. ودايما ان احنا بنقول هو الغائب الحاضر، لان هو كان اثرانا بكنوز وما زال بنستمتع بالكنوز اللي سابها لنا. شكرا دكتور على المداخله، وان شاء الله تعالى ربنا يكتب له الفردوس الاعلى باذن الله. يا رب يا رب. ان شاء الله. شكرا. ده واحد من مريدين الشيخ اللي هم يتعدوا بالملايين. كلنا منهم والله. الله يعزك الله يعزك. هرجع لحلاوه وتلاوه ومنحه الله سبحانه وتعالى في القران. نعم. امتى انت حسيت انك ممكن تكمل في المجال الراقي ده؟ يعني مش تحت شرط اللي انا لاحظته، انت ربنا كرمك بخامه صوت جميله وواصل لقلوب الناس، بس مش تحت شرط انك تكون امتداد للشيخ او علشان انت ابن الشيخ فتطلع قارئ قران. نعم. بس نعم. امتى انت قلت انا احمد نفسي وهكمل وهتعلم وذاكر واشتغل على نفسي وان شاء الله تعالى هكون قارئ قران؟ والله هو يعني من ساعه ما كنت في اثناء الدراسه في الاعدادي والثانوي وكده كان عندي غيه ان انا يعني اثناء المذاكره او بعمل اي حاجه لازم اكون مشغل شريط بتاع الشيخ. ده كان هو ده الادمان بتاعي. طب واحنا برضو معانا استكمالا لحبايبك معانا طه من اسيوط. يا استاذ طه اهلا بيك. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا استاذ طه؟ الحمد لله بخير. مصر الزراعيه منوره انت ومولانا الجليل ابن مولانا. والله طبعا احنا بيتبارك استوديو طريقي بيه وبيتبارك بزياده باتصالاتكم. والله انت من الاصدقاء البرنامج المحترمين. ربنا يجعلهم. احنا جايبين لكم هديه النهارده اهو. ربنا يجعلهم جزاء سيد الوالد ويجعل في ميزان حسناته ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. استاذ طه حابب تسمع صوره معينه او ايات معينه من صاحب الفضيله؟ والله مولانا كان جميل في صوره سيدنا يوسف، نتمنى لو بعض ايات منها يعني. ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا. شكرا استاذ طه. فنستمتع وبعدين نكمل كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال
شرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ابتعت وأحسنت. وأنا برضو أنا مستمتع أنك أنت مشرفنا النهاردة في طريقي. تسلم بارك. وبرضو مشاهدينا في كل مكان استمتعوا معنا واحد من حبايبك الأستاذ سالم. أهلا بك يا أستاذ سالم. أهلا بك بحضرتك. إيه شرفتنا بالاتصال. الله يخليك. بكلم الشيخ أحمد. اتفضل معاك يا شيخ. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الله يعز حضرتك ربنا يحفظك يا حاج. استاذ حضرتك فكرة من اخر سوره الحج على روح مولانا الشيخ محمود. لا حاضر يا حبيبي ان شاء الله. ابشر بالخير. ابشر بالخير ان شاء الله. تعال ان شاء الله. شرفتنا. شكرا شكرا. الناس عارفه التفاصيل. نعم. عارفه طبعا كل القران اللي هو قراه جميل. نعم. ولكن لاحظت حاجه يمكن حضرتك مع المعايشه ممكن تجاوبني على السؤال ده. نعم. في بعض الصور بتبقى ليها ارتباط شرطي او ذهني عند الناس بمشايخ معينين. نعم صحيح. صحيح. بدليل الاستاذ سالم بيقول لك مثلا جزء معين على يعني هو بيبقى نعم حابب ده نعم من فلان. نعم نعم. ده فعلا نعم بيحصل مع المشايخ ولا هو بيكون سمع الشيخ في هذه الايات وسمعها أكثر من مرة وتأثر بها، فمجرد ما بيسمع الآيات دي حتى لو سمعها من أي شخص صحيح بتعمل ارتباط زي ما حضرتك ارتباط شرطي كده، فيسترجع الحالة اللي هو كان عليها وقت ما سمعها من الشيخ. طيب نشوف الأستاذ شعبان مشرفنا. أهلا بك يا أستاذ شعبان. طيب حاول تكلمنا تاني يا أستاذ شعبان شرفنا. هرجع بقى للي بيحصل وشوف تقييمك وتوصيفك للمشهد عامل ازاي. نعم. القرآن الكريم بعظمته وجلاله لان كلام الله سبحانه وتعالى نعم ما فيهوش مجال للاجتهاد اكتر من دي احكام واحكام الاحكام اعمالا بها. نعم. فما فيش مجال ان حد يطلع يجتهد من عنده ويجود من عنده سواء في الصوت او في نغمه الصوت او ما يسمى بالانفلات الصوتي. نعم. للاسف لاحظنا ده من البعض والله الحمد، يعني التعميم هنا خطا. نعم صحيح. شايف الموضوع ده ازاي؟ يعني المفروض ان انا عشان خاطر اقعد مثلا على 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 كرسي القارئ وارتدي عباءه او عمامه المشيخه واقول قران كريم والناس تستمع ليا، اقل وصف ان انا ابقى عارف احكامه. صحيح. مش المشهد صحيح فيه صحيح شيء من العبثيه ولا حضرتك شايفه ازاي؟ في فعلا شيء من العبثيه. ولكن احنا بنقول يعني اولا طبعا قارئ القران لازم يتعلم على يد شيخ مشافهه. تمام. وبعد كده هو تاني حاجة عايزين نأكد عليها ان ما يخليش النغم يطغى على احكام القرآن. ولذلك كان كثيرا ما يوصفه قراءة الشيخ بانها قراءة جادة. قراءة جادة لان هو القرآن من غير صوت طيب هو القرآن جميل. طبعا. فاحنا لما نحط له صوت طيب بيبقى تمام. صح. ما فيش داعي ان احنا بقى نزود يعني تجود من عندك نخرج بقى اللمسه بتاعتك. ما ينفعش ان احنا نخرج القران عن جلال القران. يعني هو طبعا لابد من قارئ القران انه يكون يدرس مع المقامات وعلم النغم وعلم الطبقات الصوتيه، ولكن ما يسيبش ان الجزئيه دي تطغى عليه فيخرج عن جلال كتاب الله. صحيح. يعني يتأدب بأدب القرآن وهو مجرد ما هو صوته طيب ويعني أداها بأداء طيب ما فيش داعي هو يزود فيه. هتصل هي كده كده هتصل. صحيح. هي بس كل هي كمالها وصولها في صدقها. الله يفتح عليك. صحيح. يعني لأن هو القرآن له عمق مش مجرد كلمات. جميل التعبير ده. فعمق القرآن ده أنا عاوز أتفاعل مع القرآن بروحي وبقلبي بحيث لما يخرج القرآن يخرج بعمقه ما يخرجش بكلماته. ساعات بتسمعه بغير الناطقين بالعربية وبتستمتع بيه. نعم صحيح صحيح. مشرفنا بالاتصال الحاج عبد الواحد. أهلا بيك. الله يخليك يا حبيبي. مشاهدين طريق. أيوة ازيك يا حبيبي. سلام عليك. سلام ورحمة الله وبركاته. والله إن نكلم كده الشيخ كده عشان خاطر نقول له كده يقرأ لنا صورة من الفتوحات على روح الشيخ. تسلم يا حبيبي. تسلم عليه رحمه الله. اتصالك.
الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. في صور معينه حضرتك عايز تسمعها؟ صورة يوسف. الله ده واضح ان في اجماع يعني. صحيح. صح. طيب ماشي، شكرا. انت قريت صوره يوسف؟ هو الشيخ ابدع اصلا في صوره يوسف كان. فكان شريط صوره يوسف ده انتشر انتشار قوي جدا يعني، كان جوه مصر وبره مصر يعني، سبحان الله. بما ان قرينا جزء من صوره يوسف، فلو ايات تاني اللي طلبها الاستاذ سالم. ان شاء الله المستعان. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
الله العظيم، احسنت كالعاده. وشرفنا بالاتصال الاستاذ محمد من الاليوبيه، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ مرحبا بفضيله الشيخ وجزاك الله. الشيخ اتمنى من فضيله الشيخ ما تذكر سوره الانبياء. جزء من سوره الانبياء. حاضر ماشي حبيب القطار، والناس كلها معجبة بصوتك وانت بتداد. شكرا استاذ محمد. قبل بس ما نقرأ عايز احنا اتكلمنا على توصيف المشهد والانفلات النغم. نعم. طيب في مواهب في الاقاليم. نعم. ويروحوا المفروض يروحوا فين ويتعلموا صح فين؟ الله، هو طبعا اول حاجة تعليم القرآن في طبعا معهد القراءات، وغير معهد القراءات هو المفروض ان هي معهد القرآن كثيرة، يعني مشايخ المقارئ مثلا، لكل منطقة في شيخ مقرأة. نعم، في شيخ مقرأة وفي شيخ مقرأة معتمدة من الازهر الشريف من جهة رسمية. لا، وغير كده يعني هو ايوه فعلا الله يفتح عليك، هي اجازة القرآن اللي هو سند متصل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو يعني كده مكن قراءته اولا، وبعد كده هو بركة ان هو في صحيفة مكتوب اولها اسمه واخرها اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الاجازة الرسمية المعتمدة، مش الاجازة اللي بتيجي ممكن يعني على هوى البعض فيديها للبعض وبالتالي تنتشر. ما احنا كده ما هو في مشكله. شرفنا باتصال استاذ محمد من منيا، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا الشيخ بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني جوهره. تسلم يا رب، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الله اكبر عليه طبعا، وده امتداد لصاحب الفضيله الشيخ ابو الوفا الصعيدي. نعم الله. نعم حضرتك بس جزء من سوره النساء. حاضر يا استاذ محمد، تحت امرك. شكرا. شكرا استاذ محمد، شكرا. طب بص احنا نعمل ايه بقى؟ عشان هو هنا الصمت هو لغه الكلام زي ما بيقولوا. فانا بالنسبه لي اسكت. ما ينفعش كل الناس حبايبنا مشاهدين مصر الزراعيه وطريقي وانهم يستمتعوا بيك وامتداد صاحب الفضيله، فاحنا نلبي لهم جزء من طلباتهم ان شاء الله. ماشي. حاضر، الله المستعان ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك ويزيدك من نعم الله كمان وكمان ان شاء الله. عايز استثمر وجودك معايا ونقول دعوه كده للاباء والامهات ان هم يمسكوا ايدين اولادهم ويشجعوهم ويحفظوهم القران الكريم، ولو ما كانش الاب ولا الام حافظ يوديه للمكان الصح ان يحفظ القران الكريم، لان هو ده السند، هو ده الواقي والحامي، هو ده القوه الناعمه اللي بنتكلم عليها. فتقول لهم ايه بقى؟ والله هو في هنا معلومه، القرآن الكريم يحتوي على حوالي 50,000 كلمة. الطفل في الشرق الأوسط يعتبر حصيلته في سن 5 سنين بتكون حصيلته اللغوية حوالي 3,000 كلمة، في حين أن الطفل الغربي حاليا في نفس السن يكون حصيلته اللغوية 16,000 كلمة. فالقرآن الكريم 50,000 كلمة. إيه معنى 50,000 كلمة؟ كل كلمة لها خيال في عقل الطفل. فلما يكون أنا بكلمه 50,000 كلمة أو حصيلته اللغوية 50,000 كلمة وكل كلمة لها خيال في عقل الطفل، فتخيل الدبابة اللي أنت داخل عليها. الدبابة اللي أنت داخل عليها العقل، هو كده كده طبعا العقل البشري معروف ان هو يعني طاقه غير طبيعيه، يعني لو حكينا في العقل فما بالك انت فلما تدخل على القران بهذه الكميه، هذه كميه الالفاظ القويه تدخل عليه بروح القران، انت في سن 5 سنين
بيجي معاك دبابه بشريه دخله بقى في اي مجال بقى. صحيح. انت منتظر بقى منه ابداع بقى، دخله في اي مجال هتلاقي ايه، خلاص هتلاقي حطيت إبداع. اللبنه والثوابت الاساسيه اللي موجوده، يعني زي ما حضرتك بتقول طاقه روحانيه وتربويه. الله يفتح عليك. هو هيلاقي ايات بتحرم الكذب. ايوه، قول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم مثلا، وعدم الانتماء للبلد. الله يفتح عليك. فلما نقول المعلومه دي، ده معناه ان انا لو عاوز ابني يطلع شيء عظيم في اي مجال، مش مشكله المجال بقى، لان احنا ما فيش حاجه اسمها مجال قمه، في حاجه اسمها قمه في مجاله. جميل. فانا منتظر ان هو عاوز اخليه بقى يبقى قمه في اي مجال يدخل فيه. استاذنك شرفنا الاستاذ مغربي بالاتصال، اهلا بيك يا استاذ مغربي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو اقول لفضيله الشيخ ربنا يسعدك ويبارك فيك. تسلم ورب. تسلم، جزاك الله عنا خيرا. يا رب من ابواب الدنيا والواسعه، يا رب اشرح قلبه بالاسلام يا رب. جزاك الله عنا خيرا. ربنا يكرمك يا رب. حابب تسمع من صاحب الفضيله حاجه معينه؟ انا حابب ادعي لوالدتي للشيخ. ان شاء الله تعالى ربنا يا رب يعافيها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان شاء الله تعالى باذن الله. ان شاء الله. والايات كده موهوبه لوالده حضرتك، ربنا باذن الله يتقبل، وان شاء الله تعالى يعافيها ان شاء الله تعالى. شكرا شكرا على الاتصال استاذ مغرب. فعلا خذ من القران ما شئت فيما شئت. نعم. عايز تتبارك، عايز تتعافى، عايز ترزق، عايز ربنا يحط فيك القبول. نعم. والله معنا كنز والله. الله يعز حضرتك، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. انا كان نفسي بس اكد على معلومه فضل. ان الاطفال تحفظوا القران، لان لو حبينا نعمل النهضه دي بدايه نهضه قويه ملهاش حدود. انا بناشد وبنادي الدوله ان يرجع الكتاب. الكتاب الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب. يعني هم لما حبوا يهدونا من القاعدة هدوا الكتاب، وبناء عليه حصل اللي احنا شايفينه. نعم يعني دلوقتي لو ما راحش المدرسة تزعقله وتضربه، لكن لو ما راحش الكتاب ولا الشيخ بتاع القرآن عادي وخلاص كويس. ومن بعد المدرسة بقى المدارس التانية اللي بتغيبنا عن هويتنا وحضارتنا وعن قرآننا وعن إلا ما رحم ربي. طبعا هو في ضوابط من الدولة على كله. نعم، ولكن بس تجتهد في هذا الجزء، لأن هذا الجزء جزء خطير. ما فيش نهضة من غير القرآن. مش هنعود لأمجادنا من غير القرآن، ده أمر مقطوع. مش هنود لأمجادنا من غير قرآن. لا عزة في أي شيء إلا بدينك وبثوابتك. يعني وبالقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم بخيره. طب متاح فكرة الكتاب؟ هو مازال والله الحمد في بعض النجوع والقرى وعند أهالينا خصوصا في الصعيد، وبرضو وجه بحري اللي هو اللي جوه شوية كده، فانت بتلاقي مازال الكتاب ومازال حد متبرع من أهل القرية قارئ. وليه متبرع؟ وليه متبرع؟ ليه ما يبقاش هو في اساس الدوله؟ ليه متبرع؟ ما في اتصالنا ما فيش متبرع، خصوصا ان احنا معانا نموذج حفظ القران الكريم وتلاوته والعمل بيه مش بيعطلك عن دراستك. يعني ما انت ممكن تبقى دكتور أبداً، بدليل بالعكس انك انت حضرتك صيدلي وقارئ القران الكريم. او على الاقل خالص حافظ للقران الكريم فيما لا يتعلق بان حد ما يكونش قارئ. يعني كان اهل العلم في السلف ما يتعلمش اي شيء غير لما يعرض القران. يعرض القرآن وبعد كده نعمل أي حاجة تانية. ألف به علم، ألف به علم. وبعدين احنا عقل متفتح وقلب منور. صحيح. إيه تاني؟ قضي الأمر كده. قضي الأمر، دخله في أي مجال. هو مبدع بلا شك ومحدش هيحصله. ولكن بس يعني هو الموضوع مش واصل للناس حجم أهمية القرآن وحيفرق قد إيه. هم عارفين ولكن مش فاهمين. عارفين إن القرآن شيء عظيم والقرآن شيء مقدس واللي يحفظ القرآن ده شيء جميل، ولكن مش فاهمين. تستغل عظمته وفوائده. مش فاهمين يعني إيه إن هو يحفظ القرآن، ويعني إيه عقل تنظر إلى طفل يكون حفظ القرآن في صغره وتجده في قمة مجده لما يكبر عشان خاطر غرضنا في حفظ القرآن. أستاذنا معنا الأستاذ كامل من الشرقية، أهلا بيك يا أستاذ كامل. اهلا بيك، شرفتنا بالاتصال. الله يخليك يا استاذنا، والبرنامج جميل والله. ده جميل بيكم انتم مشاهدينا اللي احنا يعني فوق راسنا. والشيخ احمد كنا نتمنى عليه والله يرحمه والده. امين يا رب. آمين. شكرا ليك يا حبيبي. شكرا ليك. الله يحفظ يعني كرم القران. الحمد لله. طبعا احنا لسه بنتكلم دلوقتي على التبارك بالقران الكريم. يا رب نتمنى عليه ان شاء الله تعالى. وحابب تسمع ايات معينه من صاحب الفضيله ولا؟ اه
كنت بحب صوته جميل وكنت بصيت عليه على موبايل الله يرحمه عليه رحمه الله ومعانا امتداد ليه. شكرا على اتصالك. شكرا. طب قبل ما نسترسل ونكمل في الكلام بس عذر المشاهدين لان في كم ضغط كبير خالص من المشاهدين. نعم. فعذرا احنا هنستمتع وهو واصل مع حضراتكم دايما موجود في كل مكان وموجود في قلوبنا وهو امتداد للراحل العظيم اللي دايما موجود في قلوبنا. فعذرا لكل المتصلين ان احنا مش عارفين نتواصل معاكم عشان نقدر نستمتع اكتر واكتر بصاحب الفضيله يعني. تسلم. طب نمتع مشاهدينا. حاضر ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمتعنا بيك وشكرا على وجودك معانا. شكرا ليك. إن شاء الله يكتب لك النجاح. عنوان ليك ولكل محبينك ومريدينك. مشاهدينا خلصت حرقة النهاردة اللي الجمال كان عنوانها وكان مشرفنا الجميل القارئ الطبيب اللي انتقل بينا من طب القوالب إلى طب القلوب. ربنا يجعل اللي بيقوله دايما في ميزان حسناته. أشوفكم الأسبوع اللي جاي في أدب وسياسة وفن ورياضة. شكرا للجميل متعلق دايما على هديته الكاتب الصحفي مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. تصبحوا على خير.